للمزيد من المتابعة والتحليل حول الجلسة الإجرائية الأولى تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة إلهام محمود علي، أستاذ علوم البحار والبيئة وعضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة. دكتورة إلهام، أهلا بك ضيفة كريمة على شاشة التلفزيون المصري. هذا أولا، وسعيدة أن أكون على شاشة القناة المصرية. نحن سعداء أيضا دكتور إلهام. دكتورة إلهام، لو تابعت الجلسة الإجرائية الأولى، مؤتمر المناخ والتي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه مصر في هذه النسخة 27، يلقي بظلاله على كافة منظمات المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع الدولي في ظل تحديات راهنة من نقص للغذاء وللطاقة وحروب هنا وهناك. ما المأمول من هذا المؤتمر أن يخرج به من توصيات من أجل الحفاظ على كوكبنا وعلى بيئتنا وطاقتنا؟ بداية أنا بشوف أن أهم حاجة هيخرج بيها المؤتمر هو النظر إلى أفريقيا أولا بشكل عام، ثم إلى مصر بشكل خاص، لأن ده بيدي انطباع قد إيه القارة الأفريقية مهتمة بالتغيرات المناخية، لأنها تعتبر القارة الأكثر تأثرا طبعا ضمن القارات الأخرى، ولكن أفريقيا بنبص لها بعين أنها القارة الأقل تأثيرا على التغيرات المناخية. نعم. حضرتك تعلم أننا تأثيراتنا في الغازات الاحتباس الحراري قليلة جدا، لم تتخطى الـ 0.6 أو 0.6%، في حين أن احنا بنتأثر بشكل شديد. فده أول حاجة المفترض أن اجتماعنا 27 في الاجتماع الدول الأطراف للتغيرات المناخية تطلع بيه، أن نتوجه إلى أفريقيا بالنظر على التأثيرات الشديدة زي ما حضرتك قلت من ناحية الأمن الغذائي. طبعا حضرتك تعلم أن أفريقيا عمادها الأساسي في الاقتصاد هو الزراعة، وللأسف محتاجين نقول أن الزراعة هي أهم قطاع اقتصادي هيتأثر بالتغيرات المناخية، فبالتالي هيأثر على معيشة الشعب الأفريقي عموما. بالنسبة للقمة بوجه عام، فأهم حاجة احنا محتاجين أن احنا نأكد على كل ما تم الوصول إليه في اتفاقية باريس وقبلها كيوتو وبعدها مؤتمر 26 اللي كان في جلاسكو. نعم. ان احنا نبتدي ننفذ ما تم الاتخاذ به، ان احنا نقلل من الانبعاثات الكربون ثاني اكسيد الكربون بحلول سنه 2030 او 2050 زي ما بعض الدول اقرت على نفسها. تمام. الحاجه الثانيه لازم ان احنا الدول توقع هذه المرة بقى احنا خلاص خلصنا الاجراءات. يعني كنت اود ان اسالك يا دكتور إلهام عن هذا الموضوع. في المؤتمرات السابقة تحدثوا عن الوعود وعن الإجراءات وعن الكتابة المنمقة، ماذا عن التنفيذ في هذه القمة ويعني الرقم المطلوب من أجل السيطرة بشكل جزئي على الأقل في هذه المرحلة هو 100 مليار دولار، ماذا عن تنفيذ هذه الوعود؟ طبعا ده من ضمن الأهداف المهمة جدا جدا بجانب الأهداف الفنية. لا خليني أستعيد كلمة فخامة الرئيس لما قال احنا كل الجلسات اللي قبل كده كانت جلسات للأخذ الوعود وتحضير التقارير، ولكن الجلسة الحالية 27 احنا منتظرين انها تكون جلسة تنفيذية. بالنسبة للدعم المادي المنتظر من الدول الغنية او الدول الأكثر تأثيرا في التغيرات المناخية، فمن المفترض ان هم وقعوا بالفعل في الاتفاقية الماضية على مبلغ 100 مليار دولار سنويا، ولكن للأسف لم تنفذ، او خليني اقول لم تنفذ بشكل منتظم. فمنتظر من القمة الحالية انها يتم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقات والصكوك بان الفلوس او الدعم المادي يصل بشكل مستمر ومنتظم للدول الاكثر استحقاقا. وخليني برضو أؤكد على ان المنح دي المفترض انها يترك فيها الحريه للدول المستقبله لتاثيرات التغيرات المناخيه عشان تشوف هي ايه الانشطه اللي هتاخدها للتكيف، لان احيانا بتطلع المنح دي في صوره منح للتخفيف، وحضرتك تعلم ان الدول الافريقيه لم تشارك في عمليات الانبعاثات الكربونيه، فبالتالي احنا مش محتاجين دعم في عمليه التخفيف، احنا محتاجين الدعم يوجه الى عمليات التكيف. طيب دكتور إلهام، يعني تصريح السيد الرئيس اليوم رئيس عبد الفتاح السيسي والذي عبر فيه عن فخره واعتزازه وتقديره لاستضافة مصر لهذه النسخة من تغيرات المناخية، لكنه تحدث عن جزئية مهمة قال فيها إن يعني الظرف الراهن الذي يفرض نفسه سواء في المجتمع الدولي أو نقص الغذاء بيفرض يعني المزيد من يعني إيه، نستطيع القول بأنه بيفرض الكثير والمزيد من الالتزام على الدول المساهمة بشكل أكبر في الانبعاثات بعيدا عن الدول المستقبلة زي ما حضرتك يعني أشرتي.
كيف يمكن التوازن بين هذين الأمرين؟ اولا خليني اعقب على ان كلنا الشعب المصري كله فخور، انا احدهم، فخورين جدا باستضافه مصر لهذا المؤتمر البيئي الكبير. النظر كله الى مصر، تقريبا 197 دوله مشتركه، اعداد مهوله، وخاصه ان مشاركه التنفيذ كانت ما بين الامم المتحده وهي اكبر منظمه تعنى بالبيئه. بالنسبه لسؤال حضرتك، ففعلا ده حقيقي، احنا محتاجين ان احنا الأهداف اللي طلع بيها مؤتمر الأطراف الـ 27 كانت مجموعة من الأهداف، تبدأ أولا بضرورة التخفيف من الانبعاثات الكربونية، وده معني بيه الدول الكبرى وليست الدول النامية. فلازم أولا قبل ما ننظر إلى التكيف أو التخفيف، لازم ننظر إن الدول دي تحط خطط استراتيجية قومية لنفسها إنها بالتدريج تقلل من استخدامنا للفحم. الدول النامية عفوا دكتورة أم الدول المستقبلة؟ لا، الدول الغنية، الدول صاحبة الصناعات الكبيرة. نعم. تضع خطط استراتيجية وتعلن على العالم كله إنها بحلول كذا 2050 2040 تبدأ في تقليل نسب كبيرة من استخدام الفحم، لأن هو ده الضمانة الوحيدة اللي تضمن لنا انخفاض مستوى ثاني أكسيد الكربون في الجو. تأتي بعديه بقى كل الأنشطة الأخرى، سواء بقى عمليات التكيف أو ما بعدها من ذلك، لكن بدون أن الدول الكبرى تتخذ ما عليها وتنفذه، أعتقد أن كل الأنشطة وكل للأسف، يعني أنا كبيئية يعني أو حد معني بالبيئة، لازم أقول لحضرتك أي نشاط هيتعمل في عمليات الأدابتيشن أو التكيف لن يؤتي بثماره من غير ما أن الدول الكبرى تبدأ في التخفيض من الانبعاثات الكربونية.